منو داد واش حوالكم؟ صباح الحمد لله. درت اليوم البراج، درت الصدقة على جدي ربي يرحمه، درته البارح الجمعة مش اليوم. ليسونسيال حبيت نوري لكم الوصفة اللي نديرو بها حنا في الدار البراج. بطة تاع سمنتة 500 تاع رطل ولا بطة زبدة، دوباها وتزيدي لها فنجان تاع زيت باش يجيك زايد بسوس. دوباها بنفس البطة تكيلي 4 كيلات سميد متوسط، مش الرطب ومش الحرش، متوسط بنفس الكيلة بعد هذيك تاع الزبدة، وديري مغرف ملح. بهذيك البطة الزبدة تعمرها بلان بالزبدة الدايبة هذيك وتفرغها وتبسي بيان، بسي السميد تاعك مليح حتى يشرب هذيك الزبدة ولا السمنت كامل. ومن بعد بهذيك البطة بعد الزبدة ديري نص مزهر ونص ماء وترشي به السميد تاعك، ترشي وديري هكا بصوابعك برك، ما تعجنيش، اتونسيون تعجني تولي عندك الكسره وتجيك يابس، ترشي وتبسي بصوابعك من الفوق وخليه عاجيها. نجيبوا الغرس، هذه هي الكونتيتي تاع 4 بايت السميد، دير لك كيلو غرس او يتباع بالكيلو، ما ديروش تاع البطانه، حتى تاع البطانه يتباع بالكيلو. نعجنوه نديرو شوي زبده شوي قرنفل قرفه جوست طيب وزوز مغارف مزهر وتعجنيه هكا بشويه ما حتى يولي عندك غرس طري، بيجيك طري في الماكلة، ما تجيش السميد مبسس والغرس يجيك يابس من بعد من الداخل، طريها قد ما تقدري بالماء وما ديريلوش الزيت خاطر من بعد يبس لك. اتونسيون ديري الزيت في الغرس تاعك، حاولي انك تحليه كاري بالسيلوفان ولا بلي ساشي هذوك اللي فرشون فوق الطوابل في العراس. والعجينه تاعنا من بعد نلقاوها شربت شويه على الاقل 10 دقائق لتحت، كاين اللي بيتوها تقسمها على زوز يكونوا متساويين، تفرشي نص لون من تحت، حاولي انك تحليها هكا رجليه بيدك باسكو راح تتشقق كي تعرفي سميد ومبسس ماهوش معجون، تبقى تتشقق وانت ابقي قاعد اللي فيها. غطيها بالصاشي هذيك تاع العراس، يفرشوها في السني ولا في الطوابل في العراس، وعدلها هكا بشويه بالقراص، حلها جست باه تتحل عقد الكاري اللي حلينا بها الغرس. بعديك تحطي فوقها الكوش الدوزيام تاع الغرس، سهله. ومن بعد كي تغطي بالسميد نورمال خلاص، هذاك السميد اللي قاعد تحبي تحليه في الساشي حتى هو كاري وتحطيه ديريكتومون فوق الغرس، ولا كيما درت هنا كيما تهزي بالطرف بركه وتقفلي لي موالفه دير كيما هكا، دير هكا خير ما تجيش تعبي روحك وتحليه كاري. كاين يديروا البراج يبلوه بالحليب ولا جو سي با، انا ما جامي جربتها من قبل، ما ظنيتش كان يجي مليح بالحليب، وزيد ما ظنيتش يطول باسكو بالحليب وكذا الحليب يفسد، ما نعرف بلي مشو مليح. تتراسي وتقصي عادي كما قال قصانة، حاولي انك تقصيهم براجتك مليح قد قد، ونطيبوهم في المراه على نار متوسطه باه ما يتحرقش وباه ما يقعدش ني من الداخل. وبصحتكم مع شويه البن، وش نقول لك، تفاجئ القلب في الصيف وفي الصيف.